وينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب زامبيا على منتخب السودان بهذا الهدف. طبعا لم يكن هناك أي تسلل في هذه اللقطة، وبالتالي الهدف الثاني جاء أيضا إثر كرة ثابتة في الدقيقة 66 من ركلة جزاء لمنتخب زامبيا، حصل عليها من المدافع مساوي الذي تلقى الإنذار الثاني وطرد، وبالتالي جاء الهدف الثاني من ركلة الجزاء هذه بعدما نقص منتخب السودان إلى 10 لاعبين، وبالتالي هنا كانت نقطة التحول أو نقطة النهاية الحقيقية للمباراة، سددها ونجح الحارس أكرم في ردها، ولكن عادت إلى نفس اللاعب الذي وضع الهدف الثاني اللاعب الزامبي كاتونغو الذي بات هداف منتخب زامبيا في هذه البطولة بثلاث أهداف. ثم في الدقيقة 85 كرة سهلة إلى تشامانغا بعيدا عن أنظار المدافعين، وضع الهدف الثالث في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة ومنتخب زامبيا